الرئيس السيسي يستقبل مديرة صندوق النقد الدولي ويؤكد أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين. مدبولي يؤكد أن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد تبدأ الثلاثاء المقبل، وجورجيفا تؤكد دعم مصر الكامل لتحقيق الاستقرار. وأبو الغيط يستقبل رئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية ويطالب الأمم المتحدة بحماية منظماتها. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لا سيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا. كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كوجوك وزير المالية. صرح سفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يتم بالشراكة مع الصندوق، حيث أعرب السيد الرئيس عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية وخفض معدلات التضخم، مشيرا إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، ومشددا أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين لا سيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو. من جانبها أعربت السيدة جورجيفا عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة الأولويات، مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات. أكدت مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، منوهة إلى سعي الصندوق بالشراكة مع الحكومة المصرية للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وتعزيز جهود النمو والتنمية المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، مؤكدة اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق، حيث اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على التقرير السنوي لنشاط صندوق تكريم الشهداء الذي يتضمن الموقف التنفيذي للصندوق ويتم إعداده بالتنسيق بين جهات الدولة كافة، حيث تمت في هذا الإطار مناقشة سبل تعزيز الخدمات المقدمة للمستفيدين من الصندوق وسبل تنمية موارده وتطوير آليات إدارته بما يعزز من قدرته على الاستجابة لاحتياجات المستفيدين. وقد وجه السيد الرئيس خلال الاجتماع بالاستمرار في التنسيق المتكامل بين الجهات المعنية بالدولة لضمان تحقيق أهداف الصندوق والتيسير على المستفيدين،
كما وجه سيادته بتقديم الخدمة العلاجية بالمجان للمستفيدين من الصندوق من المدنيين من أسر الضحايا والمصابين في الحوادث الإرهابية غير الخاضعين للتأمين الصحي، وذلك بالتنسيق بين الحكومة والصندوق، مشددا على أن الوطن لا ولن ينسى تضحيات أبنائه المخلصين ويحرص على تقديم تكريم اللائق للشهداء والمصابين ممن وهبوا حياتهم لمصر وشعبها. استقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا والوفد المرافق لها، وخلال اللقاء ثمن مدبولي الشراكة المهمة والمثمرة للغاية بين مصر وصندوق النقد، مؤكدا أن هذه الشراكة تدار بإيجابية بما يدعم الحكومة في التغلب على الكثير من التحديات التي واجهتها مصر على مدار الفترات الماضية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع مديرة صندوق النقد الدولي، ثمن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي زيارة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إلى مصر في مستهل فترتها الثانية من رئاستها للصندوق. وأكد مدبولي أن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع الصندوق ستبدأ بعد غد الثلاثاء. الشيء المهم الذي أود أن أشير إليه أن المراجعة الرابعة للبرنامج ستبدأ بعد غد، وأن فريق العمل من الصندوق سيبدأ عمله اعتبارا من بعد غد إن شاء الله مع كل الزملاء من البنك المركزي والوزارات المعنية. مرة أخرى الحقيقة أود أن أعرب عن ترحيبي وسعادتي بوجود السيدة كريستالينا في مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة. كما وجه رئيس الوزراء الشكر لمديرة صندوق النقد الدولي على نجاح الشراكة بين مصر والصندوق، مشيدا بالشراكة المثمرة لدعم مصر في خططها وبرامجها الوطنية للإصلاح الاقتصادي. شراكة بين مصر والصندوق يعني شراكة دائما كانت يعني في مثمرة وفي توجه لدعم مصر في كل خططها وبرامجها الوطنية للإصلاح الاقتصادي، وإن شاء الله نتوقع بإذن الله مزيد من الشراكة الناجحة والمثمرة في خلال الفترة القادمة. وأعتقد الرسالة اللي وجهتها سيادتها كانت واضحة، نحن نتعامل مع عالم يعني يشهد حالة غير مسبوقة من عدم اليقين والسرعة الشديدة جدا في وتيرة التغير، وبالتالي لابد على كل الحكومات أن أيضا يعني تتعامل مع هذه التحديات الغير مسبوقة وتكون أيضا أسرع من التغيرات التي تحدث لكي تحقق النجاح والنمو الاقتصادي المأمول. من جانبها أكدت كريستالينا جورجيفا أن صندوق النقد الدولي يثمن الشراكة مع مصر، مشددة على الدعم الكامل لمصر في جهودها لتحقيق الاستقرار والتطور الاقتصادي. أردت أن أخبر الناس من هنا من القاهرة كم تقدير صندوق النقد الدولي لهذه الشراكة، وأننا نقدم كامل الدعم لمصر في سبيل استقرار مصر وتطورها وتنميتها الاقتصادية. لقد عرضنا لهذا الدعم في أبريل عندما اتخذنا قرار زيادة برنامجنا من 3 إلى 8 مليارات دولار، حيث أدركنا أن الظروف قد ازدادت صعوبة ليس بسبب خطأ ارتكبتموه ولكن بسبب الظروف في المنطقة. وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي أن التضخم في مصر ينخفض بشكل ملحوظ، منوهة إلى إجراءات الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية وزيادة مشاركة القطاع الخاص. أدركنا الالتزام وقوة الإجراءات التي اتخذتها مصر بالفعل،
وذلك من أجل تعزيز صلابة الاقتصاد. أولاً، انتقلت مصر إلى نظام مرن للسعر الصرف، وتمكنت من التخلص من التراكمات. وبالطبع هنا أود أن أثني على جهود السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي في هذا الصدد. ثانيا، مصر زادت من دور القطاع الخاص فيما يتعلق بنمو وفرص العمل، وهذا من الأهمية بمكان إذا ما أردنا أن نمنح الفرص للناس وخاصة للشباب. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة بمتابعة توفر جميع السلع بالأسواق على مستوى الجمهورية، وأكد استمرار العمل على مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات التي من شأنها أن تسهم في ضبط حركة الأسواق وتحقيق التوازن في الأسعار. وخلال اجتماع لمتابعة جهود توفر السلع وضبط الأسواق، جدد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة زيادة جهود القضاء على الحلقات الوسيطة بما يسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، لافتا في هذا الصدد إلى أهمية التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب المنافذ المتحركة للوصول بالسلع للمواطنين في مختلف مناطق الجمهورية. كما وجه رئيس الوزراء بسرعة الاجتماع مع أصحاب المزارع المتوقفة عن الإنتاج وبحث مشكلاتهم والعمل على حلها بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوافر بيض المائدة في الأسواق. أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو وثيقة ترتكز على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تعكس التوجهات في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن. هذا المشروع الذي يعد بحق وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور، الذي يمثل تعبيراً عن إرادة شعب مصر العظيم، وترتكز على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما تعكس توجهاتنا جميعاً في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن. قال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن تحقيق العدالة الناجزة وتسريع الإجراءات القضائية، كما يعكس احترام السيادة الخاصة للمواطنين. يمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يشرع مجلسكم الموقر في مناقشته اليوم خطوة جادة لتحديث وتطوير القانون الحالي الذي يعود في تطبيقه إلى سنة 1950، وقد طالته عشرات التعديلات التشريعية طوال 74 عاماً وطرأت عليه مستجدات ومستجدات، وكانت المطالبات قد تزايدت خلال العقدين الأخيرين بضرورة إصدار قانون جديد ومتكامل للإجراءات الجنائية ليواكب التطورات في مجال العدالة الجنائية وحقوق الإنسان، ويتسق مع التنظيم الدستوري المتطور الذي وضعه دستور 2014 في مجال الحماية الدستورية للحقوق والحريات. لذا فقد كانت مبادرة مجلس النواب بوضع مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية من خلال اللجنة الفرعية التي شكلت لهذا الغرض، وتبني مجلس الوزراء لمخرجات أعمالها كما قلت سابقا خطوة شجاعة غير متكررة. تفقد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد صقر منظومة التدريب القتالي لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني، حيث أكد الفريق أول عبد المجيد صقر حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير الدائم لخطط وبرامج التدريب القتالي وفقا لأسس علمية مدروسة تسهم في الارتقاء بمنظومة إعداد وتأهيل الفرد المقاتل
والذي يعد الثروة الحقيقية للقوات المسلحة وركيزتها الأساسية في الدفاع عن الوطن وصون مقدساته. تفقد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي منظومة التدريب القتالي لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني، وذلك للاطمئنان على سير العملية التدريبية للمقاتلين، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وقام بالمرور على ميادين التدريب التخصصية المختلفة. وناقش عددا من المقاتلين في أساليب تنفيذهم لمهامهم وفقا لتخصصاتهم المختلفة، مشيدا بما شاهده من مستوى راق في التدريب وكفاءة قتالية عالية تمكنهم من تنفيذ مهامهم بكل كفاءة واقتدار. وأكد الفريق أول عبد المجيد صقر على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير الدائم لخطط وبرامج التدريب القتالي وفقا لأسس علمية مدروسة تساهم في الارتقاء بمنظومة إعداد وتأهيل الفرد المقاتل، والذي يعد الثروة الحقيقية للقوات المسلحة وركيزتها الأساسية في الدفاع عن الوطن وصون مقدساته. كما نقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وشدد على ضرورة الاهتمام بالتدريب الجاد والواقعي والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي من أجل حماية أمن مصر في ظل ما تموج به المنطقة من تحديات خلال الفترة الحالية. وشارك القائد العام للقوات المسلحة عددا من مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الغداء. حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة. أكد وزير الخارجية والهجرة والشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي على التزام الوزارة بتوفير الرعاية للمواطنين المصريين في الإمارات، مشيرا إلى أن الارتقاء بجودة الخدمات القنصلية للمواطنين والعمل على رفع كفاءتها تتصدر أولويات عمل الوزارة. وخلال لقاء افتراضي عقده مع أعضاء من الجالية المصرية في دولة الإمارات الشقيقة، استعرض وزير الخارجية جهود الوزارة لتطوير منظومة العمل القنصلي ورقمنة المعاملات القنصلية لتسهيل إنجاز المعاملات وتقليص المدة الزمنية للخدمة. وثمن وزير الخارجية دور الجالية المصرية في الإمارات في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، مؤكدا أهمية دعم هذه الروابط على كافة الأصعدة خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية. استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي. ركز اللقاء على التبعات الخطيرة لقراري الكنيست الأخيرين بحظر وكالة الأونروا وأنشطتها وتجريدها من امتيازاتها بواقع كونها وكالة دولية، حيث استمع أبو الغيط لعرض مفصل من المسؤول الفلسطيني حول التبعات المتوقعة لهذا القرار على حياة نحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني. وشدد أبو الغيط على أنه لا بديل عن أونروا في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للاجئين في مناطق عملياتها، خاصة كونها حجر الزاوية في العمل الإنساني في غزة، مطالبا الأمم المتحدة بحماية منظماتها. أعلنت السلطات الصحية في غزة استشهاد 7 فلسطينيين على الأقل بينهم أطفال في غارة إسرائيلية على مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة. هذا وكثفت قوات الاحتلال من قصفها العنيف على قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 23 على الأقل في مناطق بشمال القطاع. وأوضحت السلطات الصحية في غزة أن 13 فلسطينيا على الأقل استشهدوا في هجمات منفصلة على منازل في بيت لاهيا وجبليا، فيما استشهد 10 آخرون في غارات جوية إسرائيلية منفصلة على مدينة غزة ومناطق جنوب القطاع.
أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف باستشهاد ما لا يقل عن 50 طفلا في جباليا شمال قطاع غزة خلال 48 ساعة الماضية. وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل إنه في الساعات الماضية تعرضت السيارة الشخصية لأحد موظفي اليونيسف الذين يعملون في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال لإطلاق نار من قبل طائرة رباعية المراوح أثناء مرورها عبر جباليا. أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أن القوات الإسرائيلية تواصل قصف المنشآت الطبية في شمال غزة في الوقت الذي تستأنف فيه المنظمة حملتها للتطعيم ضد شلل الأطفال. وأوضح أدهانوم أن الهجمات تعرض قدسية حماية صحة الأطفال للخطر، وقد يثني الآباء عن إحضار أطفالهم للتطعيم، مشددا على ضرورة احترام هذه الهدن الإنسانية الحيوية بشكل مطلق، ومجددا الدعوة إلى وقف إطلاق النار. بدوره أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن السنوات الأخيرة شهدت معدلات مرتفعة من القتلى في مناطق النزاع، لا سيما في غزة التي شهدت قتل الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام في أي حرب منذ عقود. وقال غوتيريش أنه في جميع أنحاء العالم يقدر أن 9 من كل 10 جرائم قتل للصحفيين تمر دون عقاب، مشيرا إلى أن الصحافة الحرة عنصر جوهري لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. Including many women and children were killed in cold blood. Nothing can justify the horror unleashed by Hamas in October 7th. ما زالت قوات الاحتلال تعرقل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تتكدس الشاحنات في المنطقة اللوجستية بالقرب من ميناء رفح البري. وكانت قوات الاحتلال قد منعت دخول 4 شاحنات محملة بالوقود ومثلها تحتوي على بعض المستلزمات الطبية. المزيد نتابعه في هذه الرسالة التي أفادنا بها الزميل أحمد ممدوح مراسل التلفزيون المصري. تحياتي لكم ولكل السادة المشاهدين من مدينة العريش ومن داخل المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية المقدمة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. بننقل لكم الصورة الكاملة لموقف هذه المساعدات، حيث ما زالت قوات الاحتلال تعرقل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تتكدس العشرات من الشاحنات يوما بعد يوم بمعبر رفح دون دخولها من جانب قوات الاحتلال. كما نرى في الصورة في الخلف هناك العشرات من الشاحنات تتكدس هنا داخل المركز اللوجستي بمدينة العريش انتظارا لدخولها من جانب قوات الاحتلال إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في الوقت الذي تتزايد فيه معاناة الأشقاء الفلسطينيين وحاجتهم الأساسية والضرورية لمثل هذه المساعدات، سواء كانت مساعدات غذائية أو طبية أو غيرها من المساعدات اللوجستية. اليوم تم دخول أكثر من 130 شاحنة محملة بالمواد الغذائية من جانب قوات الاحتلال، بالإضافة إلى دخول 4 شاحنات للوقود والغاز تم دخولهم. على مدار 4 أيام ماضية كان هناك إغلاق كامل من خلال معبر كرم أبو سالم، والذي تتسلم فيه الأمم المتحدة هذه المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث منعت دخول عدد من الشاحنات تصل إلى 30 شاحنة، والأخرى أيضا تم رفض 4 شاحنات للمستلزمات الطبية، فهم يمنعون دخول هذه المستلزمات الطبية بهدف الضغط على الجانب الفلسطيني وزيادة معاناته والوصول بهم إلى المجاعة والتهجير القسري أيضا للفلسطينيين من قطاع غزة. نتحدث عن الجهود المصرية المتواصلة لدعم هذه المساعدات من خلال فتح معبر رفح، والذي لم يغلق أبوابه منذ اللحظة الأولى لاستقبال هذه المساعدات الإنسانية وتكدس العشرات. كما نرى في هذه الصورة العشرات من الشاحنات هنا تتواجد داخل المركز اللوجستي انتظارا لدخولها للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. معبر رفح لم يغلق أبوابه منذ اللحظة الأولى، حيث تتحرك أعداد كبيرة
من الشاحنات المصرية عبر معبر رفح. لم تتوقف الجهود المصرية فقط على دعم هذه المساعدات، بل تسعى إلى الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف إطلاق النار وإحياء مسار المفاوضات مرة أخرى، وأيضا استضافة كافة أطراف النزاع على الأراضي المصرية. هذه هي الصورة الكاملة من مدينة العريش، وعودة إلى زملائي بالاستوديو. أغار طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل في بلدة جوية في قضاء صور، مما أدى إلى مقتل لبنانيين اثنين ووقوع عدد من الجرحى، نقلوا جميعا إلى مستشفى صور. وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الطيران الإسرائيلي أغار على بلدات كفر فيلا في إقليم تفاح وأطراف أنصار في قضاء النبطية وحنين وشقرة في قضاء بنت جبيل، كما نفذ الطيران الإسرائيلي غارة جوية مستهدفا بلدة زوطر الشرقية في قضاء النبطية. أجرى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اتصالا بقيادة قوات يونيفال التي أكدت أنها تجري التحقيقات اللازمة في شأن عملية اختطاف المسؤول بحزب الله عماد أمهز في منطقة البطرون. كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن اعتقال عنصر من الوحدة البحرية التابعة لحزب الله. التصعيد الميداني بين حزب الله وإسرائيل تعدى الغارات العابرة للحدود ووصل إلى حد اختطاف مسؤول بحري في الحزب في منطقة البطرون خلال عملية إنزال نفذها كوماندوز إسرائيلي. وشهدت الساعات الأخيرة إثر عملية الاختطاف غضباً واسعاً بالأروقة الرسمية اللبنانية، ووصل الأمر إلى التوجيه برفع شكوى ضد إسرائيل أمام مجلس الأمن وفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث. في حين أجرى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اتصالاً بقيادة قوات اليونيفيل التي أكدت أنها تجري التحقيقات اللازمة في شأن عملية اختطاف عماد أمهز. وبعد صمت إسرائيلي رسمي لعدة ساعات، أعلن الجيش الإسرائيلي إن وحدة الكوماندوز البحري اعتقلت عنصرا من حزب الله يمتلك معرفة واسعة في المجال البحري، وتوعدت إسرائيل بالعمل على أسر عناصر بارزة في حزب الله. وسبق أن شهدت المنطقة نشاطا سابقا للقوات الإسرائيلية، حيث أعاد الإنزال الإسرائيلي البحري الأخير إلى الذاكرة عمليات عسكرية وإنزالات للكوماندوز الإسرائيلي استهدفت قيادات لبنانية. وبالتزامن تواصل تل أبيب غاراتها الجوية في جنوب لبنان، واستهدفت قائد منظومة الصواريخ لوحدة النصر التابعة لحزب الله جعفر خضر، وكذلك قائد مجموعة الطائرات المسيرة في الوحدة. ورغم استمرار القتال الدائر بين الجانبين ووجود بعض الفجوات في المفاوضات، يقدر مسؤولون أمريكيون أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بات قريبا، وأن التسوية السياسية وشيكة. تفقد قائد القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي سنتكوم مايكل إريك كوريلا بطارية الدفاع الجوي الأمريكية ثاد التي تم نشرها مؤخرا في إسرائيل، وذلك بعد وصول قاذفات استراتيجية أمريكية إلى المنطقة. وفي منشور له على منصة إكس أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدريعي أن الجنرال كوريلا وصل إلى إسرائيل الأسبوع الماضي كضيف رسمي لرئيس الأركان، وعقد تقييما للوضع حول مواضيع أمنية استراتيجية والاستعدادات المشتركة في المنطقة كجزء من الرد على التهديدات في الشرق الأوسط. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية وصول قاذفات استراتيجية من طراز B-52 إلى المنطقة، وقالت القيادة الوسطى الأمريكية إن هذه القدرات العسكرية الجديدة تشمل وسائل دفاع ضد الصواريخ الباليستية وطائرات مقاتلة وقاذفات قنابل B-52 وأنواع أخرى من الطائرات العسكرية. ذكر موقع أكسيوس الأمريكي أن إدارة الرئيس جو بايدن حذرت إيران خلال الأيام الماضية من شن هجوم آخر على إسرائيل، وأكدت أنها لن تتمكن من جبح جماح الإسرائيليين. وبعد أن هاجمت إيران إسرائيل في الأول من الشهر الماضي ردا على سلسلة من الاغتيالات الإسرائيلية، ردت إسرائيل بضرب أهداف عسكرية، ولكن
ليست منشآت نووية أو خاصة بإنتاج النفط. السادسة مستمرة وتتابعون فيها. قبل 48 ساعة من انطلاق الانتخابات، السباق يحتدم بين هاريس وترامب في الولايات المتأرجحة. أظهر استطلاع للرأي لصحيفة نيويورك تايمز أن المنافسة لا تزال محتدمة بين مرشحي الرئاسة الأمريكية الديمقراطية كاميلا هاريس والجمهوري دونالد ترامب في الولايات الأمريكية السبعة الحاسمة قبل يومين من الانتخابات الرئاسية. وخلال مؤتمر انتخابي في ولاية بنسلفانيا إحدى الولايات المتأرجحة، وصف ترامب استطلاعات الرأي بالمزيفة، حيث أظهر استطلاع تقدما لهاريس في ولاية آيوا وتقدما طفيفا لهاريس في نيفادا ونورث كارولينا وويسكونسون، بينما يتقدم الرئيس السابق ترامب في أريزونا ويتنافس الاثنان بشكل متقارب في ميتشيغان وجورجيا وبنسلفانيا. كما أظهر الاستطلاع أن نحو 40% من المشاركين فيه أدلوا بأصواتهم بالفعل، وأن هاريس تقدمت بين هؤلاء الناخبين بثماني نقاط مئوية، بينما تقدم ترامب بين الناخبين المحتملين الذين لم يدلوا بأصواتهم بعد. top of their game. We have a man that he can't find the stairs off a platform, right? No, he's guiding us. And you know, we have a problem. We don't have a global warming problem. They don't use that term anymore anyway because بينما تنقسم معظم الولايات الأمريكية إلى أغلبية تميل في تصويتها إما إلى الحزب الجمهوري أو الديمقراطي، تبقى الولايات المتأرجحة غير مستقرة في تفضيلتها الانتخابية، ما يجعلها الهدف الرئيسي لحملات المرشحين في سباق الانتخابات الرئاسية. والولايات المتأرجحة هي التي تتقارب فيها أصوات الناخبين بين التصويت لصالح المرشح الجمهوري أو الديمقراطي، وغالباً ما تكون هذه الولايات محل تركيز كبير من قبل الحملات الانتخابية، لأنها تحتوي على نسب متقاربة من الناخبين الجمهوريين والديمقراطيين، ما يجعل التصويت النهائي غير محسوم. سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية شهد حالة من السخونة بعد قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الانسحاب وإعلان نائبته كاميلا هاريس خوض السباق بدلاً عنه. ورغم أن نحو 50 ولاية تشارك في التصويت، إلا أن 7 منها فقط تحمل مفاتيح البيت الأبيض وتعد الأكثر تأثيراً في تحديد النتيجة النهائية، ويعتبرها محللون ساحة التنافس الحقيقية التي تحدد حسم النتائج في الطريق إلى البيت الأبيض. وفي سباق هذا العام تبرز ولايات أريزونا وجورجيا وميشيغان ونيفادا وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا وويسكونسن كولايات متأرجحة، وهي الأكثر تأثيراً في تحديد النتيجة النهائية وتحديد ساكن البيت الأبيض الجديد. وبحسب استطلاع للرأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز، فإن هاريس تتقدم على منافسها الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب بين الناخبين المحتملين في ولاية أريزونا بنسبة 50% مقابل 45%، وكارولينا الشمالية بنسبة 49% مقابل 47%، بينما تتخلف بفارق ضئيل في نيفادا وجورجيا بهامش 4 نقاط. لكن الولايات الثلاث الحاسمة التي تسمى بحزام الصدى، وهي ولايات شمالي شرق الولايات المتحدة وهي بنسلفانيا وويسكونسن وميشيغان، لا تزال تشغل حملات المرشحين، حيث تعتبر بنسلفانيا وأصواتها 19 في المجمع الانتخابي أساسية لفرص المرشحين في الفوز. ومنذ عام 2008 كانت هذه الولايات الثلاث بمثابة مؤشرات موثوقة لنتائج الانتخابات، فأصوات المجمع الانتخابي في بنسلفانيا بالإضافة إلى 15 صوتاً في ميشيغان و10 في ويسكونسن
تكفي لتصدر المرشح الرئاسي في السباق لضمان الحصول على 270 صوتاً، وهي الأصوات اللازمة للوصول إلى البيت الأبيض. وبحسب خبراء، فإن ولاية بنسلفانيا لديها احتمالية أكبر من ضعف أي ولاية أخرى لتكون هي المحدد للفوز بسباق البيت الأبيض لهذا العام. نحو 240 مليون شخص يحق لهم التصويت في انتخابات الولايات المتحدة، ولكن من المرجح أن يحسم عدد صغير نسبياً منهم مسألة من سيصبح الرئيس القادم. وقبل يومين على انطلاق الانتخابات الأمريكية، كان لموفد التلفزيون المصري مصطفى ميزار هذه اللقاءات مع أعضاء الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية. نتابع. ما زالت أصداء العملية الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية في النسخة عام 2024 تتابع، ونتابع معكم بعض اللقاءات مع أعضاء الجالية المصرية والعربية. يسعدني أن ألتقي بإحدى العضوات داخل هذه الجالية من نيو جيرسي. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. لو بنتكلم عن فكرة الانتخابات وعن الجاليات العربية وتحديدا عن الجالية المصرية ودورها في هذه الانتخابات، يعني احنا كجاليه مصريه يعني قوه لا يستهان بها، ولازم نكون ايجابيين ولازم نشارك، لان لازم يكون عندنا وعي لمدى كل صوت ومدى اهميته في الادلاء بصوته عشان نحقق اهدافنا وننتخب من يمثلنا. من المهم جدا ان احنا كلنا نشارك في الانتخابات، لان اصواتنا هنا يعني كعرب وكمسلمين مهمه جدا بالنسبه للناخب الامريكي. ذكرت السلطات الأوكرانية أن حريقاً شب في وسط مدينة كييف جراء هجوم روسي بطائرات مسيرة. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الأوكراني أن الدفاعات الجوية للبلاد تتصدى لهجوم بالمسيرات. وقال سيرجي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف إنه سيتم استيضاح المعلومات حول حجم الحريق والدمار أو الإصابات المحتملة، وسيتم إرسال طواقم الطوارئ إلى المنطقة. وأفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارات ورؤية أعمدة من الدخان تتصاعد فوق أبنية سكنية. قال قائد الجيش الأوكراني ألكسندر سيرسكي إن القوات الأوكرانية تتصدى لإحدى أقوى الهجمات الروسية منذ بداية العملية العسكرية الروسية في البلاد. هذا وتستعد أوكرانيا لأعنف شتاء منذ بداية الحرب بعدما دمر القصف الروسي بعيد المدى ما قال مسؤولون أنه قرابة نصف قدراتها على توليد الطاقة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحداتها دمرت 19 طائرة مسيرة أوكرانية. وفي بيان لها أوضحت الوزارة الروسية أنه تم إسقاط 16 طائرة مسيرة فوق منطقة روستوف الجنوبية، بينما جرى اعتراض الطائرات الأخرى فوق منطقتي بلغرود وبريانسك المتاخمتين لأوكرانيا. دعت كييف موسكو إلى تقديم قائمة بأسماء أسرى الحرب الأوكرانيين الذين يمكن الإفراج عنهم في عملية لتبادل الأسرى، وذلك بعد اتهام روسيا لكييف بإفساد العملية. وقال مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني ديمترو لوبينيتس إن كييف مستعدة دائما لتبادل أسرى الحرب. في المقابل قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن أوكرانيا تعرقل العملية بشكل أساسي وترفض استعادة مواطنيها. وأضافت أن وزارة الدفاع الروسية عرضت تسليم 935 أسير حرب أوكراني، لكن أوكرانيا لم تستقبل سوى 279. будут реагировать, причем далеко не в политической плоскости, что тоже.
استقبل وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي عمدة لاهاي جان فان زانين الذي يزور مصر للمشاركة في افتتاح النسخة 12 من المنتدى الحضري العالمي المقرر عقده خلال الفترة من 4 وحتى 8 من نوفمبر بالقاهرة. خلال هذا اللقاء استعرض الوزير عبد العاطي ما حققته مصر من تنمية حضرية وطفرة عمرانية خلال السنوات الماضية، وسلط الضوء على إنشاء ما يزيد عن 20 مدينة جديدة تتمتع بمعايير الاستدامة والذكاء الرقمي، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمين الجديدة. كما تناول الوزير المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة وتكافل وكرامة لتطوير الريف المصري وتحسين جودة الخدمات وضمان استفادة مختلف الفئات المجتمعية منها. في سياق متصل، أتمت وزارة النقل الاستعدادات الخاصة بتوفير وسائل نقل حديثة صديقة للبيئة لخدمة رواد المنتدى الحضري العالمي. وقامت وزارة النقل بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة بإعداد خطة تشغيل تفصيلية لنقل رواد المنتدى خلال فترة انعقاد المنتدى بواقع 100 أتوبيس صديق للبيئة. هذا وتستعد القاهرة غدا لاستضافة فعاليات الدورة 12 للمنتدى الحضري العالمي الذي يعد ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي. ويعرض خلال المنتدى الإنجازات التي حققتها الدولة بمجال التنمية العمرانية في ربوع الدولة، حيث يشهد تنظيم 560 فعالية ومعرضا يشارك فيها 102 منظمة دولية ومحلية من 49 دولة. تنطلق فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته 12 بالقاهرة، والمقرر إقامته خلال الفترة من 4 إلى 8 من نوفمبر، وهو الحدث الأكبر عالميا بمجال التنمية الحضرية والثاني على أجندة الأمم المتحدة بعد مؤتمر المناخ. ويمثل المنتدى الحضري العالمي فرصة هامة لاستعراض تجربة الدولة المصرية في مجال التنمية الحضرية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وفتح المجال أمام الكيانات المصرية لتصدير العقار. كما تعكس إقامة المنتدى في مصر الدور الريادي والاستراتيجي للدولة المصرية على المستويين الدولي والإقليمي كمركز للتنمية والتحضر، ليمثل شهادة إنجاز وثقة من المجتمع العالمي على التطور غير المسبوق الذي قامت به الدولة خلال السنوات العشر الماضية في النهوض بملف التنمية الحضرية والعمرانية المتكاملة. ويحظى المنتدى بتفاعل دولي ومحلي واسع النطاق، إذ يشهد حضور 30,000 مشارك وتمثيل من نحو 185 دولة. المنتدى مهم لمصر لان احنا بنوضح للعالم كميه المشاريع اللي اتعملت في التنميه الحضريه والتنميه المستدامه، زي مشاريع العشوائيات، زي حياه كريمه، زي المدن الجديده اللي عندنا. النهارده احنا بنبص على الاستعدادات بتاعه المنتدى، بنشوف استعدادات القاعات للصوت والاضاءه وكمان الاحداث اللي هنمر بيها. احنا عندنا للسجل لغايه دلوقتي 30,000، وطبعا برضو التسجيل مفتوح لحد اخر يوم. كمان عندنا 107 وزير، وعندنا 45 ميور عمده يعني، وعندنا 3 رؤساء دول اكدوا الحضور، وكلها جلسات بتناقش التنميه الحضريه وبتناقش العشوائيات والتغيير اللي حصل فيها. في عندنا بعض جلسات للتنميه المحليه بتناقش اداره المخلفات، بتناقش حياه كريمه، بتناقش مشاريع كتيره حصلت من وزاره التنميه المحليه، في زيها برضو مشاريع كتير وزارة البيئة، مشاريع وزارة الإسكان، حتى قوانين. احنا عندنا برضو جلسات للقوانين عشان اللامركزية وتنمية الإدارة المحلية.
شهد محافظ القاهرة إبراهيم صابر مؤتمر جودة الحياة في المناطق العمرانية والحضرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الحضري في إطار استعدادات استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي. وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة شهدت خلال العشرة سنوات الماضية تطوراً حضرياً غير مسبوق في مجالات البنية التحتية والإسكان والقضاء على العشوائيات وتطوير شبكة الطرق، مضيفاً أن الدولة حريصة على تحسين مستوى جودة الحياة المقدمة للمواطنين. والآن موعدنا مع جولة اقتصادية جديدة لنشرة السادسة. أخبار المال والأعمال والجولة الاقتصادية وفاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا يوسف عبدين، شكرا سارة نجيب، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر تستهدف زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام 2024-2025 مقارنة بنحو 15% عام 2020-2021. جاء ذلك في التقرير الذي أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حول ريادة الأعمال الخضراء، والذي استعرض الجهود والمبادرات سواء تلك التي تبنتها الحكومة لتحفيز التوجه إلى ريادة الأعمال الخضراء أو تلك التي تتم عبر أطر التعاون مع شركاء الدوليين. أكد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق الالتزام بتجديد الرقابة على جميع مكاتب التموين بالمحافظات لضمان شفافية والعدالة في توزيع الدعم. أوضح فاروق أن الوزارة تعمل على تطبيق نظام حوكمة شامل لإدارة الطبقات والبطاقات التموينية يتيح أدوات رقابية فورية لمتابعة عمليات الصرف وحماية الدعم من أي محاولات للتلاعب. قام وزير قطاع الأعمال العامة محمد شيمي بزيارة إلى شركة الدقهلية للغزل والنسيج ديتكس التابعة لشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس للوقوف على آخر مستجدات أعمال التطوير الجارية والموقف التنفيذي للمصانع الجديدة. وخلال الجولة تفقد الوزير مصنع الغزل والنسيج القائم حيث تابع عمليات ومراحل الإنتاج، كما قام بجولة في مختلف المواقع التي يشملها مشروع التطوير والذي يقام على مساحة نحو 35,000 متر مربع ويتضمن مصانع جديدة للتفصيل وتريكو والصباغة، بالإضافة إلى مركز للتدريب والمخازن. أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين أن الهيئة تعمل على توطين صناعة الأدوية والمادة الفعالة والأجهزة الطبية وغيرها. وخلال كلمته أمام المعرض والمؤتمر الطبي قمة أفريقيا للشؤون التنظيمية، قال جمال الدين أنه من المخطط إقامة منطقة صناعية دوائية على مساحة 4 ملايين متر مربع لجذب الصناعات الدوائية بالتعاون مع شركاء النجاح من المستثمرين داخل المنطقة الاقتصادية. هذا وأضاف جمال الدين أنه يوجد بالمنطقة الاقتصادية العديد من قصص النجاح في هذا المجال، مثل مصنع أتيكو فارما بالمنطقة الصناعية بالسخنة والمتخصص في صناعة أدوية الحقن الوريدي. سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم مستهل لتعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والمستثمرين الأفراد الأجانب والمصريين. ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 19 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1,200,000,000,000 جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 13,200,000,000 جنيه تضمنت تعاملات بسوق السندات وصفقات النقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3,600,000,000 جنيه. أما على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 57% ليصل إلى مستوى 30,000
833 نقطة. كما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 8126 نقطة. شملت الارتفاعات مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا والذي أضاف نحو 1% ليصل إلى مستوى 11337 نقطة. يجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الخميس المقبل عقب عقد الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد غد الثلاثاء. توقعت تقارير اقتصادية أمريكية أن ينخفض السعر الفائدة الرئيسي مجددا، لافتة إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على وشك خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية. ويفترض الخبراء أن السلطات النقدية ستخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية لنطاق يتراوح بين 54% إلى 4.75%. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لسارة ويوسف. شكرا لك فاطمة خليل. بأخبارنا الاقتصادية تنتهي نشرتنا، ويتبقى التذكرة بالعناوين. الرئيس السيسي يستقبل مدير صندوق النقد الدولي ويؤكد أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين. مدبولي يؤكد أن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد تبدأ الثلاثاء المقبل، وجورجيفا تؤكد دعم مصر الكامل لتحقيق الاستقرار. أبو الغيط يستقبل رئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، ويطالب الأمم المتحدة بحماية منظماتها. ختام نشرة السادسة قدمناها لكم من التلفزيون المصري. شكرا طيب المتابعة، ودمتم في أمان الله.